بسم الله، خلونا ناخد استراحة شوية من برنامج الريفت ونحاول نفكر ايه سر عظمة الريفت، ايه سر ان برنامج الريفت ده قوي جدا وناس كتير بتعتمده وناس كتير بتحب تشتغل عليه. ايه الفرق بينه وبين الاوتوكاد؟ الاوتوكاد او اي برنامج تاني من البرامج القديمة بيعتمد تقنية الكاد، برسم المسافات الافقية وبعد كده ببدأ ارسم انا الواجهات، برسم انا الحاجات بنفسي، عايز اعمل حصر انا بعمل حصر بنفسي، تمام. انما الاوتوكاد الريفت بيعتمد تقنيه اسمها البي اي ام بيلدينج انفورميشن موديلينج، دي بتعتمد على ايه؟ اللي هي نمذجه معلومات المباني، بتعتمد ان انا برسم نموذج المبنى بمعلومات صحيحه، ولما ارسم سيكشن خلاص هو عنده المعلومات كلها، فمجرد ان انا بس بقول له عايز السيكشن من نقطه الف لنقطه ب خلاص هو يرسمه اوتوماتيك لانه عنده كل المعلومات اللي دخلتها وانا شغال. الحصر برضو عنده كل المعلومات فمش محتاج منه ولا معلومه تانيه، مجرد ما بقول له احصر يعني خادم بينطلق على طول يروح حاصر لي الحاجات ديت وبقلل نسبة من الاخطاء. الباي ام ميزته برضو ان هو بقدر اتبادل بين البرامج كتيرة جدا المعلومات، عندي امتداد للجي بي اكس ام ال، ده امتداد قوي جدا بتبادل عن طريقه المعلومات بين اي برنامج وبرنامج اخر. لو انا عايز اصدر حجم كل غرفه لبرنامج الهاب عشان احسب كميه سي اف ام، لان انا مش عايز احسبها في الريفت لان الريفت ممكن يحسبها لي، عايز احسبها في الهاب خلاص هو بيصدرها لي واقدر استوردها في الهاب واشتغل عليها. الريفت بيحسب تلقائي حجم كل غرفه وبيراعي ارتفاع السقف والميل بتاعه والشمس وكل حاجه ويروح مصدرها لبرنامج الحسابات. فالمختصر ان برنامج الريفت برنامج ممتع ومفيش غنى عنه لاي حد بيشتغل في مجال الصفات الهندسيه او المقاولات، لانه بتلاقيه بيعتمد برامج كتير جدا وشغال مع برامج كتير جدا زي السيفل، زي ريفت ستراكشر، ريفت ام اي بي، زي ممكن تخش تدخله على المايه، ممكن النيفيز وركس في الاخر خالص لو انت عايز تعمل مشروع متكامل بالورك تايم بتاعه بكل حاجه تدخله على نيفيز وركس، فبتلاقي ان الشغل بتاعك طلع انضف بكتير من الشغل ايام زمان. عمرو سليم.